السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده في رياكسيون جديده تزير خويا والعنار في خاطر الداك واحنا من هنا من منبرنا هذا من تونس الشقيقه كلنا مع الداك كيما تونس والجزائر مصحين اتفاقيه سلام اتفاقيه شنو اسمها دفاع مشترك احنا خويا وربرت الجزائر مصحين اتفاقيه دفاع مشترك يا خويا ربي يطلق صراحه الداك بالرسمي هذه حاجه ماهيش جديده في الراب بصفه عامه استنى الراب بصفة عام في العالم جملة ديما اخونا الرابرات يقولوا كلام يتاخذ على انه ما نعرفش يعني ما نعرفش حاجه بالله نحب نقول حاجه وبر حاجه وبر راهو تقريبا في الدول العربيه الكل القوانين نتاعنا تشبه لبعضها ما نحبوش نخوضوا في السياسه وفي الحاجات هذيك لكن شويه وبر ظهر لي قوانيننا كلنا تشبه لبعضها فما حاجه اسمها هيبه الدوله كي مثلا تسب ولا تنقد رئيس بتاع دولة انت لنا تنقد في المنصب راهو كي نش نحكيو في المفاهيم بتاع الحرية والديمقراطية المنصب حاجة والشخص حاجة اذا تسب شخص في شخصه عنده الحق يشكي بالقانون لكن في المناصب وزير رئيس بلدية معتمد والي والله يعني خنكمل فكرتي فلنا ثم القوانين العربية يا خونا هي برا عاد لخص يا زبي يلخص يا زبي في القوانين العربيه فما حاجه يقول لك هذيك هيبه الدوله المناصب هكا هيبه الدوله راه نشوف فيها اليوم في العالم تتمثل في الدول اللي تسلح في رواحها في الدول اللي واقفه اقتصاديا في الدول اللي يا اخونا ما نعرفش فاش تعمل ناس وصلت لفوق ناس تطير من الغرب ناس تنقب من اللوطه وناس تعمل هيك غادي هيبه الدول تظهر صراحة كي يقولوا في القوانين متاعنا بصفة عامة في الدول العربية كي يقولوا هيبة الدولة هي انك ما تنقدش وزير ما تأذوكم هيبة الدولة لاني لنا قاعدين نتفرعنوا على بعضنا يا اخونا هيبة اخونا الدولة في العالم تونس في 2013 كان عنا رئيس اسمه المرزوقي ما خلوه ما عملوا فيه لا طلع نهار ولا شد نهار واحد ولا وقف نهار واحد احكي لتحك ردوه يشرب في الشراب في قبل ما ننطلقوا فما 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 كومنتير قال اللي فما داك قال بقر البار ما نعرفش خاطر احنا ما نفهموش زاد فما حكايه تصير فما فمك البارك اللي قلنا اني ما نحبش نفسروا على حتى على المشاكل في اليوتيوب اللي قال فيه ما نعرفش الكلم تاع اللحيه براج ولحيه وكذا يعني لنا شنو القصد لازم نفهموا القصد والسياق اللي حطوا فيه هل هو يشجع ولا ذل هذا ما نذكرها معناها كحاجه صارت هذا توا نخليوهم بعد كي يطلع الداك ربي يخلص وحلو هو اللي نجم يحكي في المواضيع هذه نمشيو نسمعوا ام سي بيسكو هكا ام سي بيسكو صوت الشعب 3 من الناس اللي تحركت على خطر الداك فما تراكيت زادة طلعت مع الداك وتسيبورتي في الداك وكريم بدبوي يعني حكيم بدبوي يعني سلامته وراح عنده شر خاطر انت ما عندكش المعلومات الكافيه وديما تقول لي دراوين حسسني انه تخطف ما نعرفش ما قضيه 3 شهور حبس وفي القانون الجزائري قضيه 3 شهور حبس وتروح اللي هي معناها كيما نقولوا احنا الاساءه ولا السب ولا القذف معناها حتى ابارامون نفس القضيه قال لك فسخوا له 3 تراكات معناها 3 تراكات فسخوا من اليوتيوب راه تاع حكيم بدبوي حاسين الاولاد نمشيو نسمعوا صوت الشعب 3 ام سي بيسكو ليتس جو حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق ينطقوك العالم والله تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق ينطقوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومات البر او ياو 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 تصوير هذا الداك معاها هاو اي كاف اطلس فايب دريل اخونا خلنا نسمع بالله شعب تجيني قاع كلمة واحدة راهو يقول ليبيري وداك ليبيري واخي ليبيري وداك شعب تزيري وراه يقول كلمة واحدة ليبيري وداك شعب قالوا للشعب شعب الشعب يودينا الشيب وماهوش يدري تراب ما هوش دريل لولا تراب شعب تزيري قاع كلمة واحدة راهو يقول ليبيري وداك ليبيري واخي ليبيري وتاع السياسي اللي عالباطل طاحو هذا يعفس في هذا ليبيريو اللي عالسياسة عالباطل طاحو
بيلي وتاع السياسي اللي على الباطل طاحوا هذا يا بيلي وتاع السياسي اللي على الباطل طاحوا في هذا غلي شوف صلاحه يحكوا بوعد قاع كذابين كيما دموع التماسيح والشعب ما ولا يخاف الحبس باسكو اصلا راهو فيه قالك يا دي شعب ما عاش يخاف الحبس خاطر اصله راهو فيه بطبيعته غادي بليه 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 لحظه بليه شفت الاخطر يا دولنا دولنا متاعنا نورمالمون الدولة مؤسسة راي 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 شريكة شريكة حلينا مع بعضنا الدولة راي نعرف فما يعني حاجات أعمق وحاجات بتبيع دولة تحكم في 12 مليون ودولة تحكم في 50 مليون أكيد لازم تكون عنا حاجات عميقة ودي لكن في الأخير هي مؤسسة متاع نحنا راكم انتوما وصلتونا نشوف شنو قال الشعب معاش يحس الحب معاش خاف من الحبس خاطر ديجا عايشين فيه احنا اخونا اخونا تم مسيح والشعب ما ولا يخاف الحبس باسكو اصلا راهو فيه قالك يا دي خارجيه اللي رفض رابو امازيغ على الباطل ماني ساكت انتوما تزيدوا وانا نزيد زادوا اهدك على الباطل ماني ساكت انتوما تزيدوا وانا نزيد ونشوفوا شكون شي يربح كاع خداع ونكملوا فيها حشوه شعبي عمر ينسى همه ما ولاش قاصد النشوه واللي يقول الحق يباصي عايش لازمو للرشوه فلاكابي اللي شعلوا النار خلاو ذراري صغار تشوه مصغر يشوف حياته ضايعه في عمره من با 20 في ادار ما كانش الموت كيفاش كيفاش يشوف في عمره ضايع ومن با في عمره 20 يا برو شوه مصغر يشوف حياته ضايعه في عمره من با 20 صغير يشوف ومش نقول يعني عمري 30 عام اخونا بقدر ما كانش الموت دويشه وحده في شهرين اسلام ردوه تجاره قال لك تقاليد هذا الدين 40 مليون داخل في حيات بها رايحين لوين بترول الاسلام ردوه تجاره قال لك تقاليد هذا الدين شيرين في ادار ما كانش الموت دويشه وحده في شهرين اسلام ردوه تجاره قال لك تقاليد هذا الدين 40 مليون داخل في حيات بها رايحين لوين بترول نورمال محقي 100 الف راك ما مدولي حلين عينهم بالبيضه سمعتيش انا مزلت بترول يحكي على البترول مزلت واحد في ال 40 مليون كلهم داخلين في حياة قال بترول ما عندي فيه ما عندي باي الف فرنك ما مدول بالله لحظه الوين بترول نورمال محقي 100 الف راك ما مدولي حلين عينهم بالبيضه من الوين بترول نورمال محقي 100 الف راك ما مدولي حلين عينهم بالبيضه ما هم الدوني كاين اللي حطوا سي تاع سكنه وكملها في الكوري شحال من بوطي وسط بحر كيما الديناري كولي من داك قلبك ياكل فيك لو كان تضرب بحيوان شنو ياكل في المخبر يكولي من داك قلبك ياكل فيك لو كان تضرب بحيوان شنو ياكل في المخبط لا ما تركو كريمو جان قلك قلبك هذا اللي فهمته قلبك يوجعك كي تضرب حيوان يدي العبيد قاعده تاكل في الخبط هيا عاود هيلي عاود هيلي عاود هيلي شحال من بوطي المعنى اني جبت لك المعنى هو قفف لنا قال ما تركوا كريم وجان في صحيت اني جبت لك المعنى المعنى متاعه متاع انت كي تضرب حيوان قلبك يوجعك خلي هذم كيفاش بدا يضربوا في العبيد مطراك وكريم وجان بالله وخويا بالرسمي هذه في الصميم بالله نعطيك مفارقة اصعب فما في اللي يضرب الانسان عادي قلبه يوجعك يضرب الحيوان ما نجمش يضرب الحيوان فما وشرشي ولاوش تطلق فمه 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 بحر كيما الدينار يكولي من داك قلبك ياكل فيك لو كان تضرب حيوان شنو ياكل في المخبط لا ما تركو كريمو جان شنو ياكل في المخبط شنو حاجه كيك قال ما انا فاهم في الفكره اللي حكيتها صحيح لا لا الفكره اللي حكيتها لك شنو هي انه فم بالرسمي فمه يضرب الانسان عادي وما ينجمش يضرب حيوان ويسخف به تعرف علاش خاطر فمه كل نوع من التحدي بيناتنا اللي يوصل يهرب بعض الناس يرك عدو الانسان ينجم يدافع ينجم الانسان في الاخر ينجم يدافع على روحه صارت فازة نهار السبت اللي فات معناته لخصت الفكره السبت هذه كلها قصفتها انت قصفت لي جبهتي بالضبط انت عادي عادي هو ينجم يضربك انت خاطر انت تنجم تدافع على روحك الحيوان لا هاك عليه شوف يا لحظه تفهم اللي يمارس عليك اخونا لحظه لحظه ومن فوق يجي بالك يعرف اللي انت ما تنجمش دافع عن روحه هاي مش اللي حاكي زكم هالفازه سيبها لازم هاي اخوي فيه صحيح صحيح امريكا الواحد اللي دار جاي يشوف ماتش هذا مكان الله يرحم خونا وليد الله يرحم خونا جمال والشعب لا يرحم خونا وليد ولا يرحم خونا جمال شكون خونا وليد شكون خونا جمال مع اني نتصور على جمال هذا جمال غنى لي داك ذا لي فصل الحريقه الحريقه ذا لي جمال اللي ذا لي هذه وقالوا هالي زاد اخوتنا من الجزائر شفت الواحد حتى يشده ما يحبش يقول
حتى معلومه يعرفها ما يحبش يقول. علاش؟ على خاطر اخواتنا في الجزائر الكل يعني حتى مشاكلهم معناش الحق ندخلوا فيها. احنا كان بالصلح حتى باش تحكيها انت المشكله والله نحشم. يعني هيثم وقت اللي عمل الفيديو راه تضمن المعداك يا دي قمت متيقه راني قمت متيقه راني مش ندخلوا فما حاجات ما نفهمهمش فما حاجات ممكن قالهم الداك يعني يعني والشعب الجزائري يعني ما نفهمهمش ما نجمش نفهمهم فاهم. فاحنا المشكل نتاعنا الداك فري الداك هكا هو مش باش ندخلوا ما نجموش ندخلوا فما حاجه تفاصيل ما نجموش نعرفها. بو عايش مقنوط ما يضحكوش في اللاق في 24 ساعة برك 3000 حراق خلي نطيح في 24 ساعة برك 3000 حراق خلي نموت خلي نباسي كي معطوب عيتونا صاي يونا مارس طوب. وذيك باز راهي حاجة موجودة يعني موجودة 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 يا أخي موجودة معروفة الفازة كانش تقاها معناها مش متاع من خياله وعمل إحصائية فباز راهي حطونا الأولاد شحكية 6000 حراق في 24 ساعة بو. أيوه أخونا أخونا نحكي لك أها تراك كاسح تراك كاسح في بيران كاسحين في بونش لينوت كاسحين على الأخر كاسح حسيت زادة أنه يشبه شوية لديدين فك القام اللوطانية مش تكنيكات وفوفلو ولا ما انه بشي مش هذايا ظهر لي بسيكو صحيت صحيتك ذكرتني فازا في الرياكسيون تاعنا يعني وياك امسي بيسكو هذايا هو وقت مش العاملين الواحد وقت قلنا اخي ديدين معاهم ديدين معاهم صحيت وقت اللي هذايا هو امسي بيسكو في كتراك الاولاد تاع الدريل العربي هذاك الدريل المغرب العربي المغرب العربي المغرب العربي صحيت تراك تراك داك ذكرونا بيه هذاك الاولاد هذا هو بيسكو اللي غلطت فيه هاني قلت لهم تاو دي دين هذا بالرسمي صحيت صحيت فما صوت سبحان الله صوت يشبه باهي خلينا في التراك تراك مزيان شوف تراك مزيان وحسيت العنوان فما بيران العنوان هاك البار نتاع الشعب معاش يخاف من الحبس على خاطر ديجا عايش فيه كاسح كاسح حسيته فما بيران يستحق اسم صوت الشعب ثلاثة يستحق الاسم على خاطر ريتك تقرأ الاسم الاسم وحده ميساج حكاية. أول حاجة الداك قال يتسمى خائن اللي يقعد ساكت صحيح ذي قالها الداك. اليوم الداك توقف على موزيكته اللي قال فعل كلام هكا فلهني يعني انت قبل ب 12 يوم قال لك خاين كان تقعد ساكت خليه طاوة بعد ما السيد هكا يزيد يتشد مش دي تقعد ساكت يا اموا ستوري ريت اني ريت خويا برشينيس ريت برنس برنس بولو ريت لاماس ريت برشا من الجزائر ما بتين خويا فريد داك كذا صراحة شوف فيش نقول لك حاجه الراء انه الناس عملت الواجب ما فما حد عمل مزية علاش كلنا مع بعض إيه هذا إيه. واجب علينا علاش خاطر راه موقوف على غنية راه تعش معناه موقوف على غنية هذه يعني اللي قلت انا قبل ونعاود نقولها راهي كيكون موقوف على غنية راهو حاجة أخرى جملة وتفصيل موضوع برو خاطر خرج تراك خرج تراك تاع الناس الكل صحيح تاع الناس الكل في الاخر انت وقت اللي باش تسمع تراك مثلك يعني باش تلقى فيه حاجة مثلتك باز ماهوش نتاع ماشي في أشخاص في ما نسمع في حكاية حاسلو قبل ما نقفلو قبل ما نقفلو نتمناو التراك صوت الشعب ثلاثة ما يكملش يكر على بسيكو لا ظهر لي ما فهمش مش بسيكو على حسب فهمي على حسب فهمي ما فهمش الطاقة اللي عملها داك السكيحة يعني بتاع داك يعني نحس وحكي أحكي على 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 وجيعة الناس حاجة توشي وجيعة الناس على الموقف اللي صار أكثر من إنها أتاك عرفتك الكونتر أتاك للدولة صحيح شدك في تركينة دولة قالوا مانيش باش نقول لك الراسي مانيش باش نقول لك سيد الرايس شوف راهو باش نقول لك حاجة تغيبوها للطلاين صحيح راهو شوف باش نقول لك حاجة راهو أتاك شو عملت فك التراك صحيح راهو ذيك ربي يخلص وحده ربي يخلص وحده اللي صار دليل إنه التراك يوجع بالرسمي يعني انت شنو هو التراك اللي عامله هاي جا نحكي لك حكايه انت عامل تراك سمع العباد الكل قالوا لك واو مش نورمال كونتري سيستم كان السيستم ما تقلقش منك راهو مش واو لك الدرجه فاهم باش نحكي لك خاطر هي راهي ذي راهي وسيله شوف اكثر من انها وسيله تعبير وسيله حتى تغيير يا برو هو تراك وهكا
اول وجهه للسيستم قبل للشعب. صحيح هو صحيح وجهه صحيح يعني ما دام وصل للسيستم كتقول كونتر سيستم راهي موجهه ضد السيستم واضح هذا. لكن التراك الواو بالحق اللي يوصل يخلي السيستم يتوجع منك مش بالتظليط بتبيع ندهم عليكم بكرتوش ونقتلكم وشوالي تهديد فيها وشوالي حاجات لوجيك حاجات عايشها الشعب الكل ويحس فيها الشعب الكل انك توصل بالرسمي تقلق السيستم وتخليه يحطك في الحبس برو يعني بالرسمي راك عملت تراك شو يقعد للتاريخ تحكي فما منه حسنوا الأولاد وصلنا آخر رياكسيون بتاعنا بسعادة وبسعادة كالعادة فريد داك وكما قالت داك مرة أخرى مانيش مش نقول لك سيد الرئيس خطر انتوما مافيا تغيبوها للطلاين باي باي. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كتعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كتغنيش تقري وراك تذر حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر.